الرحيم. ما خلق لأهمية الموضوع ظهر لي مولانا أن قضية تحديد الهوية أنها فما ضرورات تمليها. كنا هون كيف قالت الأخت كارجاتا اللي شاكرها على السؤال أنها تحت الفرصة لتناول الموضوع. تخطينا مرحلة التنظير للموضوع بين اللي واعيين كاملين بأهميته وضرورته، سواء ضرورته في الناحية الأمنية، البلد يعاني من الإرهاب ويعاني من الهجرة السرية ويعاني من عبور المخدرات، وضرورته السياسية أنه في بلد ديمقراطي أيضا الضمان التنافس السياسي السليم لا بد من يعود هم حالة مدنية مضبوطة لتحديد الجمعية الناخبة والتحديد من هو المواطن اللي يحق له يعطي رأيه ويحق له يقلع المسؤول ويحق له يدير له. وهذا متناوله في زاوية على الأقل إلى عادة سنتاز ما يتعلق بتحسيس أن الجلسة هي قد تساهم في تحسيس المواطن حول الموضوع، وبالتالي ذكر الضرورات لا بد منه ان فهم الضروره الاقتصاديه والاجتماعيه ايضا، ان احصاءات على قاعده صلبه تحدد من هو الموريتاني مساله ضروريه للخطط الاقتصاديه والخطط التنمويه. اختير نبه على قضيه تحديد الهويه انها يلا تعود، ما فهم خوف كبير عليها به اللي التشدد يلا يعود نتيجة للتحديات اللي ذكرت، نتيجة لأن بلد تعبر الهجرة السرية ويعبره المخدرات، يلا يعود التشدد في تحديد الهوية وارد. ولا يلا تعود الإدارة ينشافع لها ذاك به اللي معنى ذاك الإهمال هو الجاي من عنده، به اللي كان اللي قام يعدل أوراق موريتانية ويعدل جنسية موريتانية ويعدل جواز سفر موريتاني. وهذا ظهر في الاحداث الاخيره في ليبيا، ان يظهروا لنا واحدين قال انهم مرتزقه موريتانيين، وفي نفس الوقت اللي نحن نقدر نعود ما 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 متاكدين من ذاك حتى والله به اللي الاوراق موجوده في كل بليده، كل رجال يطوب على اوراق موريتانيه ويجيب صفته موريتانيه، هو يقدر يعود من الصواد، من النيجر، من 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 من, من الصحراء، من 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 من, من افريقيا الغربيه، من اي مكان يقدر يجي ويقبل اوراق موريتانيه ويدخل اي مشكله، وعود في النهاية سمعة موريتانيا مطروحة في الموضوع. وبالتالي التشدد هون أعتقد أنه وارد، من ما يلا نسامحهم على الإدارة أنها يكون تقبل أطر الجانب المتشدد في القضية ذا هي به اللي منين يعود مواطن موريتاني نحن نتحمل مسؤوليته سياسيا ونتحمل مسؤوليته دبلوماسيا ونتحمل مسؤوليته كمواطن يلا نوقفه معاه. غير من نعود اللي داخل مشكله والله اللي معدل فعل شنيع والله ما عندنا به ارتباط ولا نعرفوهش بار تواقط معها لحدهم بديه وتمك راحته، هذا يعود نوعا ما محرج وقد يسبب مشاكل للبلد. الناحيه الاخرى هو ان فم اجراءات عاده فتنا ناقشناها هنا فيها اعتقد في نقاشنا للحاله المدنيه وفي نقاشنا لقضيه القانون المحدد لها. فهم إجراءات بسيطة، المواطن الموريتاني حق له مكتسب أنه يجبر أوراقه، وفهم أجنبي يبقى يجنس موريتانيا هذه عندها إجراءاتها، وفهم هم اللي رقاج ظلمتوا الإدارة والله ما فهمتوا والله ما قد يقدم الأدلة الكافية اللي يقنع بها الإدارة، وفهم الطعون القضائية مولي ومنين يخلق الاقتناع أنه موريتاني. أرفض نهائيا الفهم على أن يعود فهم حد يسوى عليه أن يعود فهم موريتاني ما هو موريتاني، والله ما يتمتع بكافة حقوق المواطن اللي الله يتمتع بها يتمتعوا بها أخوته الآخرين، سواء من أي فئة اجتماعية، الموريتانية لا موريتانية سوى هو من هو، ما فهم الإقصاء، سواء بيضان وسواء كوار ولا هو غير مهم عندنا أن نعرفوا أن البيضان ما هم لا قد اللي موريتاني منهم ما هو قد الخالق منهم، أنهم خالقين في بلدات أخرى، خالقين في الصحراء وخالقين في الزواد وخالقين في آسيا ولا هم موريتانيين ومن دول أخرى وحقهم لانهم وانهم اللي فهم يوسلم الكوار ما هم موريتانيين من السنغال والله هذا هو غير ذا اللي مواطن موريتاني وذا اللي موريتاني حقيقي يسوى هو منه يسوى عرقه شنه ويسوى قوميته شنه يا الله يتمتع بكافه حقوق المواطنه اللي يتمتعوا بها الموريتانيين غير حد ما هو موريتاني قد يعود يشترك هو الموريتانيين يوسلم العوامل المشتركه
يقير ما هو موريتاني وتوف، هو اختار انه يعود 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 من الجزائر، والله من والله والله اختار هذا، والله والله اختار تاع الظروف اللي حدت له ذاك، ويا الله يعود فخور بلده. والله ما يبقى يقبض الاوراق الموريتانيه ذيك، عندها اشراعات معروفه ان احنا ما عندنا بلد مقفوله عشان نسيتوا على المواطنين، قد لا من يعطي فيه حد يعود توفر فيه الشروط اللي يستحق بها حد المواطنين قد لا يراها. ثانيا مصي معالي الوزير على تقريب العمليه من المواطنين به، اللي فعلا وان كانت فاهم انها قد تقبض مدى زمن اضافي، بحيث انها قد قداك اللي ما شملتو غير ماسينها، المواطنين محتاجين لهم، محتاجين لها اكثر انها تقرب منهم. وذاك اللي ناقشنا هيك ساعه قضيه انها ما تقتصر على المقاطعات، لا ما زلنا عالين انها يلا تعود على الاقل على مستوى البلديات وتشاف الاليه اللي تواصل بها مع القرى ومع هذا كامل. اخر نقطه نختار ان الاخوه النواب يفهموا ان نحن هنا تيها نسالوا للوزراء، ما نسالوا الموظفين الاخرين، ولا يعنينا كانهم جاونا ولا ما جاونا، واللي قدامنا هون هو اعمال مسؤوليه الحكومه، ونقتصر على ذلك، ما نشخصن الامور الى عاد فلان قريب للرئيس ولا قريب والله، احنا ما يعنينا، يعنينا انه مواطن موريتاني يحتل مسؤوليه عموميه، والجهه اللي نحاسبه هي جهه الوصايه عليه اللي هي وزير الداخليه، وزير الداخليه اذا هو قدامنا ذاك الاخر لا يعود الدخول في ابعاد اخرى، احنا ما هي من مسؤوليتنا، ولا يعود قضاءنا بمستوى الخطاب السياسي البرلماني شور مستوى قاض حتى ما هو لائق بالقبه البرلمانيه. شكرا.